كيفية يعني الدفن في كيفيه الدفن يعني، اللي عشان بيفك عن احنا قلنا بنفك فك الاربطه، بعد كده بيهال عليه التراب، ثم بعد ذلك تاتي المرحله الاخيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ما وضع الميت في قبره واهيل عليه التراب ودفن يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فانه الان يسال. وتيجي المعركة اللي في بعض الأماكن بتقوم ولا تنتهي، إن إحنا ندعو فرادة ولا ندعو واحد يدعو والباقي يؤمن. وهذا يعني كثير من الناس لا يفقهون الدعاء ولا يعرفون فقه الدعاء، فبنقول إذا كان هناك الناس اجتمعوا يبقى واحد يدعو والباقي يؤمن عليه، وهذه أيضا لا شيء فيها وليست ببدعة كما يدعي البعض، لأن المقصود هو إيصال الدعاء إلى الميت. فلو قلت كل واحد لوحده إذا ممكن الناس تنصرف ولا تدعو، أو بعض الناس لا يفهم ولا يفهم ولا يعرف كيف يدعو لهذا المتوفى. إذا ننتخب رجلا صالحا يدعو والباقي يؤمنون على دعائه، وهذا صحيح وليس ببدعة كما يدعي البعض.